امبارح رحل عن عالمنا رجل دولة من الطراز الفريد، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وكان على قدر المسؤولية الصعبة. هو المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس المشروعات القومية، رئيس الوزراء السابق. رحم الله الفقيد وعزائنا لأسرته وللشعب المصري كله. تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وكان على قدر المسؤولية الصعبة. المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، رئيس الوزراء السابق، والذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 67 عاما. وبالمناسبة المهندس شريف، يعني المهندس شريف رجل من أفاضل الناس اللي أنا شفتهم في حياتي. كان تولي المهندس شريف إسماعيل مسؤولية رئاسة الوزراء في وقت شديد الصعوبة بعد عام من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وذلك بعد فترة من الاضطرابات التي مرت بمصر في أعقاب أحداث 2011 وما تلاها من أحداث واضطرابات كثيرة مرت بها الدولة المصرية، إلا أنه نجح في قيادة الحكومة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد. وتحمل المهندس شريف إسماعيل أعباء الحكومة منذ 12 من سبتمبر من عام 2015 حتى يونيو من عام 2018، وهي الفترة التي شهدت افتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية في عدة محافظات. الراحل ولد في يوم 6 من يوليو من عام 1955 وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس في عام 1978، ثم عمل في شركة إمبي منذ عام 1979 وحتى عام 2000، ثم كلف بمنصب وكيل وزارة البترول للمتابعة لمدة 5 سنوات حتى تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيجاز لمدة عامين قبل أن يتولى رئاسة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول لمدة 5 سنوات. وفي 16 من يوليو من عام 2013 كلف بمنصب وزير البترول والثروة المعدنية، وفي 12 من سبتمبر من عام 2015 كلفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة، ثم عين كمساعد لرئيس الجمهورية لشؤون المشروعات القومية والاستراتيجية في 14 من يونيو من عام 2018. عاش المهندس شريف إسماعيل مخلصاً لوطنه ومبادئه، ولبى نداء الوطن في مراحل مصيرية وحاسمة، وعمل بجد وإخلاص طوال مسيرته الحافلة بالعطاء.